لم يمض أشهر على رحيل نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حتى قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي كان وقتها رئيسا للوزراء بزيارة للقاهرة بدت في ظاهرها عادية لكن باطنها كان يقول بغير ذلك. حشدت جماعة الإخوان المسلمين كل طاقتها لاستقبال أردوغان وتسويقه في الشارع المصري كزعيم إسلامي، ليتكشف بعد ذلك أن الرجل ما جاء إلا لترتيب شيء ما. في العام التالي وصل الإخوان المسلمون إلى الحكم في مصر، وجاء أردوغان إلى القاهرة مرة أخرى في زيارة تزامنت مع زيارة أمير قطر حمد بن خليفة. فماذا بحث الثلاثة وعلى ما اتفقوا؟ سؤال ربما أجابت عنه زيارة أخرى قام بها الرئيس الإيراني وقتها محمود أحمدي نجاد في فبراير من عام 2013، والتي تمخضت عن قرار بإعادة العلاقات بين البلدين، وهو ما أقلق بعض المحللين. التحالف القطري التركي الإيراني الراهن يفسر أسباب الزيارات الثلاث للقاهرة، يكشف أن ثمة مخطط كبير كان يدبر في الخفاء لتطويق دول الخليج وزعزعة استقرارها عبر تحالف رباعي داعم للإسلام السياسي والجماعات الإرهابية. وربما يؤكد ذلك وصف إيران لمظاهرات 25 يناير بأنها ثورة إسلامية.